أرت الدجال كني دجال كني كسر البرية دحية يقزك بلامي دجال كني وحوس ماليا مستقبل كدنيا مستقبل كدنيا دوني دوردن ولذلك وحال الدراسية العالم وما بعد غزة دون خصوصي كان دونا غزة كدي غزة كدي وقضية استراتيجية وين أول الدراسة وين مرجع برجع ده هاي وحصان كوش هاي دجال كده هاي وحوس ماليا مستقبل كدنيا تذكر سوء ماركيان تذكر مو كاس كان نوالو دبا كان نوالو كله وحنا بقى نحنا حاجة جرمي هذا هو أكا جوجا بدون بديلي سا وحنا بديلي بوصلات وهاجي أبرق نحنا ولي دبرق نحنا واحد بوصلات تاريخ بديش يوري ما تاريخ صعب واحد ماشي عم بيدك صبح جرير وحسوق لي دولة إيران مركي لديلي إسماعيل هنية بين الجواب اسماعيل هني ولا دلي هل قد اللي ودن كيها مرتبوها بين الجواب بدي حوينه يجي هره ولا دلي يا رضوى لقى احد المعسكر حضرونه ولا دلي كما هنا الجواب وحال دلي سفير سفردي وحاب يجي جوابتي ما انت انا وحال دلي نكي او استراتيجي سراء حيصتي بريغ الحال حسن نصر الله ولي بل لما تدري لي وحال تدري لي لما تود بل تدري وحنا لو قدي لي سي ان عادي هين بل تدري الا الله وطن اسكو حكتي وحال لو استعمالي غير عاديه وحال لوو تغي دوك هوستيسا 16 طبق يعني بيهم بير كسر لبنان وبط بير وبط بطهم بير كسر هي كسر ما شاء الله لوو تغي مركي لفقي مركي لفقي مركا هلكاس حبك او كغاري ان كسو حبو غاري لكن وحا دلي بادي لبا شي وحد لي سد ما واحد هذا شوف كيسوسكي الله يا الله عليه مرت كده دليل واحد هذا وح شو قناعه يرجع قناعه يا دليل بقى وحكون عاي وأفر بقول يسديتن كيلوغرام مدفوع حبيت دي بقى إيه توريسي مركاسي صواريخ أنت عليك بالواي ماشي مركا وحكون عاي سد مدى يا دشاري معناها مركا السوري دي قولك عادي يكون سنجرين مال هو سوجري مال هو سو سوجري وإن لو تري عادك تهبا لو عادك تهبا مركا قودي أرقق حدعي يا دلال دي حوقي ها ميت كلايم قال لها لي وحالي لي هاي اخترد وحالي اختناق لو كنتي مارتي نافتي هاي لي وحوق لقلي قول نقص كاكس وضبا قلي قيقي قيقي ها قولك مركا وحوق هاي أكسجين اللي وحي أكسجين كميش هاقيني يا باباي وحده ما قرحي حي أكسجين كميش هاقيني وقرحي مركاسي تاسينا ويكينتي يلي مركا مركا قولينتي وحونا كوني تسيدة أرقق حالة لي مركا إيران محاكو نحضا ميد مين سوقري مجوابين لا يمكن مجوابين باهل مركا تاسي وحي كينيسي يعني معركة الشعب الكارتو تاسي هذا الدجيسي مركز أنفلاحي أرينت الله بادي الدجيسي وحويان يعني معركة شاملة كانت وحيان ميت مهمة جدا وأرنت كنستي إن حزب الله لجراعه جراعيس عن هذه هين تاريخ الرسومري وقف قف لو بطلعي وحال الديليشن يلا بعطني وهو قاني دي ولي بهو قاني دي ووينيد حزب الحكوميسي يكوي عيدا كحكومي يكوي مخابرات كحكومي يكون هو كسوي بني علاقاتك يبيع مشترك به وحي أدم ولا لا تخلصين كرتي مركز تاسي وحي كأنتي إن لا يلاحظه وإن إن حزب الله ويسواه يبدو صدح إشاعه ويكلا بوآن أريد تاسي مركز أنت التحليل ما هو قلي دوناي إن محاش شامل كرتي الله ما ده شيء محاش شامل كرتي مركز وحي استعمالي سيد دولة إن إيران وحي لاحظه صبر لأنه يكون جرتي استراتيجية التحوط. تحوط. إن إمارة إزقابين بيكون جرتي. إزقابين تي إنتي سعوني. مركا إميكا وحي قالتي استراتيجية كلو ياب بدن. وناكا كسو قري. وإمارة وعجيبة. ميسكا. ميسكا لدفر لسو مالك. ميسكا وحالة الطاولة السياسية. وحالة صوردقة. وحيالة لغمبرن سيهاي. لغمبرن سيهاي لصوردقة. إيران وحي استعمال اسم مدحوينها العصوب انتي للدورتي دبلوماسيات
ina dagaalka xamaas la joojiyo in xagga la joojiyo in iyadna nuclearkeegi loo fasaxo inay ninkanu waanin bidixa oo degan oo oday ah ninkan ruuxinaa noqday taasu waday ilaa inka hadda markuu uu ku raagay maratay Washington iyo New York sheekhu la waday marka isaga waxa la yiri diblomaasiyad naaxima oo la raadada diblomaasiyad farisiya tii Pershing ku isticmaalay waxa la marka miiski baasha la dhigay wuxuu yiri madaxweynuhu kelmad ajeeba wuxuu dhin Mareykanka uu na dagay wuxuu ii balan qaaday ahayd dagaalka Hamas la joojiyo iska daatii la joojiyo Lebanon baa la galay marka uu na dagay buuray marka qolada kale ee midigta ah ee xaraska ilaalada barta tawrada iyo odayga madaxa xukuumay Khamenei waxay wadeen wax la yiraahdo al-quwwa ar-raji'a war awood awood baka Ciise marka waxaa la isku waafaqay inaan miiska labadiiba la saarabaato oo faalan hadii ay bilaabi lahaayeen hadda duqeynta ay Tel Aviv ku bilaabeen Xasan Nasrallah oo nool oo nool maladiriyo hata markii haniila dilaade bilaabay bal la bedelay marka al-quwwa ar-raji'a wal harb labadii quwdi wax ka cilinaysay dagaalka xuga badan oo tan imi ay sameeyeen iyo diblomaasiyadii in labada miiska la keenay la isku waafaqay hadda waa tiimka wax shaqeynaysa gartay aad shukran sheekhana USA dalka Mareykanka hadda sidee ayagu u arkaan hadda aragtidoodu waa sidee ku aadan dagaalkaas maxay isbedelay horta in mid ayra sheego Netanyahu wuxuu ka doonayaa Lebanon su'aal muhiim ah yes Netanyahu waxaa jira buug la yiraahdo buug cajiib ah jira oo iminka la qoray buugga waxaa la yiraahdaa mandiqul baqaa siyaasi loojiga ku harka siyaasahan inaad kursi ka kiciba ya arin maran Ismaaciil markaa hadlayno kan doonaa waa buug dhan buuggaas waxaa la qoray 2023 waa mandiqul baqaa siyaasi inaad wali yaaba ka tagin kursiga joogto iyaga maxaa lahayn waa 6-7 sano wax u joogo marti siyaasadda kuma soo noqon ka dhacay ku soo noqon dhacay iminkana waxaa lagu hayaa dunuub waaweyn oo maxkamad geeyneysa oo cumri dheer lagu xukumay xisbadeen xabsi dheer laakiin muxuu kaga baxsanaya lama shay uu sameeyo kaga baxsanaya inuu Israa'iil dagaal geliyo lambar one weeyaan dagaalkaasina uu noqdo dagaal weyn oo laba mid keena inaa la guuleysto amba la fashilmo oo wax la xisaabiyo la garan waayo waa la baro labada taraf oo ku badbaadi kara isaga dhexda u daran arinta labaad uu wada wax weeyaan in uu noqdo malinta rasheeyne Ben-Gurion yes asaasihii labaad ee dawladda Israa'iil si uu arinta u gaaro wuxuu dejiyay saddex istaraatiijiyad wuxuu dejiyay istaraatiijiyad magaciiga la yiraahdo istaraatiijiyatu sadma waa inaad dadka shoq ku abuurto waa inaad garaacdid dadku waa inay baqaan sadma shoq waa inuu abuuro laba wuxuu bilaabay radci inuu yiraahdo Israa'iil ninka doonta meesha aad joogta waa ka xudido weeraray ee soo baabiyay meelihii gaaska lagu keydinayay Iran oo sheegay iminkana waxa la qorayay waqti dhow meelo bariga dhex ku yaala ayay diyaaradaha Israa'iil soo garaacay doonaan markaa radcigaana uu qaatay arinta saddexaad uu qaatay markaa waa muhiim Israa'iil wixii lagu yaqaan uu ka baxay oo maxay ahaayeen Israa'iil lagu ma aqoon dagaal dheer yes uu galay Israa'iil lagu ma aqoon dad laga xiray inay ilowdo iska ilowdo Israa'iil lagu ma aqoon qof Israa'iiliya la qaaday in isagu dilo uu dilay taski waxa ayaa lumaar war muqaday uu isla dilay marka miidku uu soo qaadanayaa bas khalas wuxuu kulay wadanka difaaciida wax Israa'iil dadka Israa'iil ma ogolaa jirin inay gudaha inta ku qaxootaan muddo badan ay ka maqaadaan dhulka wey uu sameeyay wixii lagu yaqaan Israa'iil uu bedelay marka wuxuu abuuray waxa imka la qorayaan Israa'iil cusub marka Netanyahu wuxuu rabaa taas uu rabaa haddaan u imanno su'aashi ahayd dalka Mareykanka Mareykanka mowqifkiisu waa waadix weyaan afar istaraatiijiyad beledah afar lugood waa miis afar lugood ku taagan lugta koowaad waxaa la dhahdaa Israa'iil awalan Israa'iil first annaftu saariyan batroolka iyo gaaskuna waa number two waad garatay arrin saddexaad bay ku taagan tahay
waxay ku taagtahay masalixu amerika fi sharq al awsat oo ah madaxdan khaliijku inay madax si ahadaan saalisan yana wa sadah an la tantahi al harb wa afar tagaanu dhamaadana marba marba afar ta istaraatiijiyadood say oday uga noqdaan wax wax xalliyaan wax xalliyaan oo marjic u ahaato reference ki loo soo noqday israayil waa inay yaro aabale amba inay yaro aabale dadka soo booday soo ciyaartay soo layso bay kugu soo noqday wax la mu weeyriba nu weeyno maraykanay intay gardarro gashay kula ka leeyay cisha ila goorman siyaasada ku jirna nu maraykanay oo rafiic mustawa ayaa sayd marka waxaan kaaga jeedaa wax weeyaan afar ta lugoodi waa muhiim siyaasada maraykanka gaasku batroolku waa muhiim khaliijku waa muhiim yahay waa batroolka madaxda khaliijku waa muhiim yihiin batroolka du fadhiyaan sidoo socotay nufays waa maruuxu shaahay wuxuu leeyahay yahuudi oo safiir ka ahaan jiray ingiriiska waa ahaan jiray kuwiid baan la kulmay wuxuu leeyahay dib uuri ma uu caayay uuri khaliijku caayay waan xoray dib uuri waraysan xishoo aan dowladu waxa ay saa waa weyn oo muhiim ad caayay saa wuxuu leeyahay dib uuri dowladu jiray meesha ha gas station oo yaa gas station oo gas station oo aan soo marna baaratay markabka ama safiinada gaaska ka qaadanaa waa iska dhaafna macna kaleli ma jiraan buuri waa kaas arrinta labaad waa taa arrinta saddexaadi waa aniga sheegay waa inayna dagaal ku dhamaan madaxana waa in la ilaaliyo intaas buu ka shaqeeyaa maraykanku markaa maxaa markaa meeshan ugu jira maanta mowqifkiisu maanta muxuu yahay ya mowqifkiisu wuxuu ku leeyahay dagaalku waa inuunan dhicin laakiin haddii israa'iil wax kasta ay waxayso ma cambaarinayo leanna waa awalan marka israa'iil la weerarana wuxuu ku leeyahay israa'iil difaacigu waajib unagu yahay iyo waajib ku yahay labada xisbiba laakiin netanyahu muxuu ka shaqeynayaa abaashaas waa muhiim netanyahu muxuu ka shaqeynayaa dagaalku inuu socdo ilaa doorashada maraykanka laga gaadhiyo haday soo noqoto haday soo noqdo haday soo noqdo gabadhu haday madaxweyne noqoto dagaalku dhamaanaya si maanta waa kuu sheegaya twitterkeeda kusoo qortay maanta uu dhamaanaya dagaalku ninka labaad hadduu madaxweyne noqdona wuxuu doonayo u dhamaynaya siduu netanyahu rabo ayuu usamaynaya ayuu usamaynaya gartay marka wuxuu sugayaa wax weeyaan inuu doorashada maraykanka la gaadho walidaalika maraykanku maanta israa'iil mudaba socdaa ficlan sacuudiga laftigiisa way ka siman yihiin iyo netanyahu maxay noqotay donald trump bay rabaan maxay noqotay wuxuu noqday antalid alamatu rabatah israa'iil waxay ahayd ilmi yaray dhaleen addoon bay u noqday markaa reer galbeedkii gaar ahaan maraykankii uu daba socdaa wuxuu ku socdaa marka maraykanka mowqifkiisu waa sidaas weeyaan gartay sheekhana sidoo kale waxaan u baahan falanqayn aragtida iyo mawaaqifta china iyo ruushka labadoodaba ay ka istaagayaan halkii ayay ka taagan yihiin hadda xaaladan taagan ruushku china horta dagaalkani ka socda bariga dhexe ee kaza ka bilaabay saddex arrimood horena waan uga hadalnay hankan han dhigno number one dagaalkani wuxuu sameynayaa mustaqbalka dunida oo dhan walidaalika waxaa la diraaseeyey alcaalamu maa bacda gaza adduunku suu ekaan doonaa gaza kadib qadiya istraatiijiya weyaan oo la diraasay weyaan arrinta labaad ee muhiimka wax weyaan maxaan ku idhaahdaa marka aad ruush iyo maraykan iyo aad eegtid aja ruush iyo shiina dagaalka ay ku jiraan ruushku iyo maraykanku waa dagaal sifi ah shiinaha imika putin mar wuxuu yihi hadduu igu dhaco madfac lagu soo sameeyey wadanada reer galbeedka ah sida imika israa'iil garacdo kale hadduu igu soo dhaco nuclear baan tuuraya waa sifir iyo dagaalku waa zero laskuma qoslayo jaynuhuna wuxuu rabaa inuu maraykanku dhooqadan sii joogo dagaalkuna sii dheeraado oo isaga laga mashquulo isaguna ujeedadiisii u gaadho waa arrinta labaad arrin saddexaad oo muhiima jirta arrin saddexaad ee muhiimka wax weyaan jaynuhu wuxuu wadaa awoodaha bariga dhexe joogo dhan inuu cilaaqaad la samaysto uu noqdo ka bedilaya maraykanka beritole hadduu maraykanku naxiifo marka wuxuu ka shaqeynaya isagoo jaynuhu taabu ka shaqeynaya waxaa la leeyahay ruushku wuxuu ku dhooqadii waxaa dishay
أفغانستان سمعين yes. مريكا كان وحالك يا با دوقة إسرائيل يدشو أمبسة أين حيفيسو أمبسة معركة الهداشة معركة الهداشة إنه أمبسة أركتيد الدنيا دو أي كلا هذا هي مريكا كا أي 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 يدنا عطى النقطة أول راهو ما هود ينسكوها لينكرين لسكو ما هلينكرين وحاس أردن شيلها يخرجكو ويكش غيره يعني مركا يرجع فر بدن وهو أيو روشكو سيء وطن كا إيران إيران يرجع فر بدن بس يصير روشكا diyaaradaha bila pilotka ee dagaalama drone ka waxa aad uga iibisay Iran China oo Ruushka Ruushku uu keebi hub waaweyn markii laba bilood ka hor biiliya bar ka hor waxa laga sheekeynaya in ay diyaaradaha hawadu ay kala go'noqo kala go'i waayeen muddo usbuuc hub sidee ay keenayeen taaran marka tasuud waxa kala jirta hub kala dhaado dhulka dhulka ard ard oo 2000 oo kilometer samaya yebax sanu keta iran oo qaadi kara ninka laakiin ninka lagu jirto laakiin waa waa hubkii wuu keta waxa la dhaada ard ard dhul dhul yaa la dhaada dhulku ka baxa dhulku ku qaraa ma aadno ma sarkaa sanbu zero ka ha wadwan waa 2000 oo kilometer mugaada marka iraad dilo soo turay Israel gaaray falastiin ku dhacay marka taasina Pakistan ba ka yimid marka Pakistanna ila qohosa bay jeenaar leedahay oo dhaqaalaha u fiican ila qe strategy wala la shira marka waxaas u dhanba ya jira oo ah maartay mudqad ka shaqeynaya waxa loo yaqaan arrimal mutaharrika arada dhaqaaqaysa marka mutaharraga marka soo tabaartay عيد الجرجور ترى، مركا رمالك هو متحرك اسمه تاجين، مركا بريجا ده ها وحصان كوش هاجي، دجالك خد عي، وحوص ماليا مستقبلك أدونك، تذكر تقص أو ماركيان، تذكر ممكن يسكن نوالو ده بس كان نوالو كله، وحنا بقى نحنا حاجة جرمي، هذا هو أكا جوجا بدون دس بديلي سا وحنا بديلي بوصلات وهاجي، بريجا ده، وليه ده بريجا ده واحد بوصلات تاريخ بديش، يوريه به تاريخ، صابعد. ماشي عم بيدك صبح جرير. مركا بريجا ده ها وحصان كوش هاجي. دجالك خد عي وحوص ماليا مستقبلك أدونك. تذكر تقص أو ماركيان. تذكر ممكن يسكن نوالو ده بس كان نوالو كله. وحنا بقى نحنا حاجة جرمي. هذا هو أكا جوجا بدون دس بديلي سا وحنا بديلي بوصلات وهاجي بريجا ده. ولي ده بريجا ده واحد بوصلات تاريخ بديش. يوري ده تاريخ. صابعد. ماشي عم بيدك صبح جرير. عم بيدو ما حوي ما تاريخ بديله. بقى ماشي ما تاريخ اللي بتجري ماشي التاريخ اللي قام مأمور يجري باي تاريخ دي صعتها ماشي يوم القيامة وكان عينه وحلقة الملاحم الكبرى مالها هي كان عيان تاريخ ده هيكون قبل قبيس بسنة وحلقة سوية ولذلك بروتستانت كرجل لا يقعد جارهانكو أصولين تأجير ياشو وإلا تضبط المليون إنجليزي مريكا تضبط المليون وقفينا وحي أخريان كتابيو أيسكوت ديارنيان دجال ده هرم قدون har mcdon bana wuxuu ku dhidona falastiin ka bisku diyaariya anagu ma halka sheekeynaa hadaan nahay ahlu sunno waxaan ka sheekeynaa inuu nabi ciisoo dhici doono oo meesha ay ka dhici doonto dagaalkii iyo dajaal iyo meelaha isku haleelay waa halkii waxa halkaan ka sheekeynaa idan waa mihwar taariikhda bini aadanka badan iyo intihaan bilowgeeyii ila dhamaadkeeyii ma meeshan bay maratay ku duuleysaa looshan kartay sheekh aad baan fahmay muxuu yahay mowaqifta midna dawladaha carabta iyo muslimiinta مواقفته بحي صدق ما كنا قادرين قرتي دوله ما حنا كنا قادرين هذلك يو مواقف في عن نوعا ما لا وكو وحنا قرنا كو بدع بجري لا اله ولا ولا اله بل كن نول عالم كان وحنا السعوديه اسبدل كدوله كسعوده كبعيو عالم خاص كن نول هي قار لبا شقين يبا إسرائيل كرتي أولا شقين يا سيحات صدح لو قربها تركيا هي قدر هي نوعا ما مصر واحد سلاذة هاي وحبي حيان وحنا ايه تركيا هو يسوي وهو قبنكر يو هذا معانا
iyo hoos wax kasiin ah u wada qadarna musaadaadna way siisaa een dhexdhexaadna way ku jirtaa wayna ka khafiifisaa madaxdii dadkana waxay fadhiisisay magaaladeedii masaariduna waxay siisaa furas furas utaxaruk bay siisaa dadka iyo masaaridu waxay ka fikiraysaa istraatiijiyan maadaama ay dee ka hor imatay shicibkii iyo towradii ay ka hor imatay oo askar ay yihiin oo askartiina ay guuxayaan ay kacsan yihiin oo in inqilaaba looga cabsoon in siisa lagu sameeyo wuxuu markaas sameeyaa inuu dad soo saaro dawooyin u geeyo dad wax sameeyo laakiin waxa ugu weyn uu qabto waxaa ka mid a ee ugu fiican dhexdhexaadnimada oo weliba markii hore uu cadaadin jiray xamaas laakiin markii dambe uu ka khafiifiyey imika oo markuu arkay inaa viladlavia laga qaadanaya isagiiba oo loo yimid isaga naftiisa loo yimid waxaa kasoo baxay amniga qowmiga ah qaraaraad odhanaya aan ka khafiifino xidhiidhiga aan ku hayno xamaas waa qorada dhex intaas waa dhexdo weyaan wadaadadoodii waxay ku jiraan cunto intee lag baa la cunaya bu'al isbuuqhuurinaya ka'annahu laa shay'a fi sharqi alawsat waxaa mas adduunka waxba kama socdaba qoladaasina waa ismashquulis weyaan qolada la shaqaynaysaa boqolkiiba boqol urdun oo nidaamka ah iyo maxaan ku dhahdaa imaaraadka iminka waxay ku faanaysay urdun inay soo riday boqol diyaarad bahalada ku socday Israa'iil ku socday inay ka qabatay boqol hal bahalo boqol baan ka qabanay tiri way ku faanaysaa marka iyadu ma qaban anuu ogahay waxaa qabtay qaacidada Maraykanka meesha fadhida qaban laakiin haddaan kugu daro wax yaroo muhiima oo u baahannahay maanta waxa weeyaan Hezbollah wuxuu sugayaa ambaba uu inuu ciidanka dhulka soo galaan ciidanka dhulku Israa'iil ciidanka dhulku Israa'iil boqolkiiba boqol way ku xoog badan tahay cirka Hezbollah iyo carab oo dhanba isku daraxaytaa waxaa Hezbollah baa waxay ku xoog badan tahay ciidanka dhulka dhulka ciidanka ka xoog badan tahay Israa'iil iyo carab oo dhanba maya Israa'iil baa ku xoog badan carab oo dhan ciidanka cirka gartay marka laakiin cirku dagaalka cirku ma xasmiyo dagaalka isagu maaha ka gabagabeeya u daciifiya u naxiifiya u gargaara waa musaacid waxa dagaalka dhameeya waa ciidanka dhulka laakiin New York Times iyo Washington Post iyo idaacadaha waaweyn waxay qorayeen inay gelayaan ciidanka dhulka ay ku gelaysay Israa'iil Hezbollah iyo Lubnaan boqolkiiba boqol waa bilowday inay gasho laakiin hal mitir soo dhaaf weyday maxaa yeelo waa la sugayay marka waxaa jirta waxa la awraaq ulquwa oo ay haysato Hezbollah oo afar weeyaan waxaa haysataa marka la isku yimaado zero qof iyo qof la noqdo oo dhamaanaysa ciidanka Israa'iil hoggaan lagu wada jiro isugu yaa wala soo baxay marka iyo ciidan xanaaqsan labo karti saaru khafiif fiican bay haysataa oo markay meel ku ururaan sidii xamaas oo kale dawadahooga sidii 2006 2010 dawadood boqota baabay ba kale baabayeen waa tii baxsatay noqdayna saddex ciidan waxa jira dhalada ciidanka nuxbada ilidka xolka waa ilaa iyo 2010 kuwaasina qofna lagama taaban hubkugii lama taaban Hezbollah arrinta afraad waxay leeyihin karti dhinaca badda oo weli aan isticmaalin ciidamo badda sugaya intaasi waa awraaqda quwadda haysato Israa'iilna waxay leedahay awraaq quwadeed xoog badan marka dhulka la isku yimaado dacmi weyn ba heli doontaa cirka dhulka marka kusoo oo loo garaacay meesha waxaana u garaacay weliba Maraykanka balaga yaaba ciidamada cirka hubka ay ayaan waxay abuuri karaan sadma sidii uu dhintay odag walo dad badan iska dhiman karaan saddex istikhbaaraad weyn baa dhex fadhiya ciidam Israa'iil meesha gudaha mukhabaraad qeyn caadiya ayaa fadhiya afar qaraar dawliya jiro marka meel fiican ay Israa'iil marayso dagaalka wala joojin jibinta qurmaa joojin waa ifaantisama
وأود إسرائيل نهاية طول بناء كلام رغي مرنا وهم مهم جدا وحويا مركي أودي كانيس سؤال شدك سوي دينين سيلو دري سيدي الله بس حاصل يا بس حاصل يا سؤال سو سعوتي سؤال سو دميا هاي فضل كسو عواقل نيبا سؤال شو سؤال قولي نتبضل يا ها وحن تدبك إن بدن أكمي ذا ما سوي دينين قابك وأنا مركي عن كلها وإنه كده هاي صدني دورسن إنه ماشي شو غلطت كذا كذا لانكرت مثلاً إني قارقود سكده ده هانو إن بدن يسأك شو غان سياس تلاتة بساس لحدا إنه بلاوي صورة قل ما تهاي أو سياس تلاتة تد لتشو أي تشو سين أو أي قد لحدا هذا أما كمية أما شف عن جوار قبو سياس تلاتة إنه يوفل بس تلك هي إسرائيل أوكي هرت واحد كهاليان واحد كهاليان رقم ما أعرف تحليلات أمني قاسمية وأنا أنا والمقال بنك قري وحن قري حزب الله وحن قري وحوق مؤسسة استشجك وحوق وندى دق نمو دين على أمني وجبوبي لا مشي ما كنت جبوك أريت أسوأ مهم وحال هذا الشيء كنتي وحويان وحوسكوب بدلي أورك مركوين هذه وحب بحيي وحل لحظه قدراسي مركو قدراسي بحيي العقا يمتن العقتو مركا يمتن مجاهدين تيدك الدقالك قجر ويضعيفان اينما كان المال كانت الفتنة فتنة ها. ولذلك القرآن كان محاكو قرآن قزوة أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة القابة كسوب حدبا بمجرد وقفوا إنديس العقو العان تغيير ما هو العام ولذلك واحد الذين رقا وهوين المفكرين توحي هذا قفك هداه دون سينة وقاتل الشخصية ديسة العكو التجاري إن صبر عنها فهو رجل وإن فنى فيها فهو كما هو هذا كل كصبره وانين يعني. ولذلك هذا عين وحا أبو نوح اللي هذا ما لها قارك وحا كأبو رمي دبقوهين أود حيا ما لها وحلق سوء إبنيو يمضحضا أوركس مسارنا دلالة دلالة dilalad asi markaasi waxay noqdeen dad muhiim ah oo u dhaw madaxda xisbiga sida ay dilaladu dawladaha ugu dhawaadaan dilalka wala soo raacay dilalka iyo la tajnidi u dhawaade madaxda ama ciidan laga dhigay yaa ciidan laga dhigay isagii waa shaqeynaya bukhabarada moosad kama shaqeynaya isagii oo warka si qaadaya soo qaadaya si qaadaya wax ku dhajiraya meel wuxuu dhaw shaqeynaya taas waa mid weyn mid talabaad waxa weeyaan إيران وحلوقوا دحجنا سيان عادي هين نين آن إنو بدلا لغاية عبو ماشا نصر الله وكرد انت نين إنو بدلا لغاية عبو إنا كأو دلاي يا كبرد أو قبو واني كي قاسمي لدلي إيراني قاها ني قاسي مالدو يتوحى أو ياري حزب الله waxay ku sameeyeen wax la dhahdo tahqiiq waxaanu dhigay waxa laga baqaya inuu yahay khabarad arintaas oo muhiim nikaasi nigaas u yahay ninka inuu bedelo laga yaabo nasarallah inankiisa weyn oo qabana ninki qas la diri iyo weynaa qasabki gabadhiisa ay hago iran oo culays bukuul yahay xisbullah iyo lubnaan culays bukuul culays bukuul yahay ninkaasi waxa looga shakiyay dhowr goor baa nasr loo yeeray oo la xisaabiyay nasr la xisaabiyay mid saddexaad shirkan ninka lagu dilay madaxweynaha dhakan markii la qabanayay nin Iran ayaa shakiyay miday wuxuu u yimid kala taliye ahaan muf u fariistay kadibna u baxay markuu taladii bixiyay inu meesha wax ku dhajiyo sarta gala oo soo hoggaaminaysa isagina ma dhibin dadka qaar waxay leeyihiin isagana waa lagu tagay ku dhito meesha awu dhintiilay ku dhintiilay Iran baa di salaa laakiin uu shaqeeyay subax gala kama kartay marka sidee loo ogaaday meeshani waxa la iska amniga tahliliyay waxay ka saareen shaki in ay saddex darajaba inay fadhiyaan basaasiintu darajada hoose way fadhiyaan ee ah dadka xisbiga ka agdhow sidaa dee baartay
بس دوت كاس مسارين دي لا لا اي ده مره هي مخابرات كوغا ولو نحجر هيك انا ما ده حدا صار صار حزب غارة هي دولة ايران ما حدا غيرها لقى ما فضوا ولذلك ما روحوا لي مالتي قرار كان مركز قادن دونه وحكوا قادرنا دائرة لو قعد السن ماشا قعد السن نور قبل فاقوا قادرنا ونور كيقف على لو نحجر قرتي صراحة قرتي ما مركز مركز هل كان حكا جرا وحلو هذا خلل أمني يا كجرا قرتي مركز حال السويدين كرا شيخنا يا بدلي دونا نصر الله أوكي يو. سؤال مهم سؤال شخصي وحكا هلا نفس السؤال بالي سويدي هذي يا قرت أيد عضو إن لقيت تخلص وقفه كامية قر ما يسمى يسا أرققح هي جريل استراتيجية قر ما سويها أنا سمعتها سيف يعني الله ما جرب سويها الله ما هذا مرصد هذا ملأ وحي سمع يسا مركو هو كامية هو يهي مد كأن شغلة كاريزمي لها وضد كل مشهدي سؤال وضناها حوالي لسو بدل كيسا عادك ها يا عادك مدى الله طاها ولذلك قالت للنبي أحد والد لي صحابة هم كسكرية اللي رسولك هو ألا بديل لي تقول له بديل كريو صباح عولي صحابة حدا ما نتا نقول فرحات بديل بديل مرتو يمدي ما نتو قيرد ما نتا بديل وهم مدو بيت ما نتا قبل أحلام مدين هذين أوكي تاسي ومدو يعني تاسي وكين تاها مدلا بان نوع كين تاها مركا لسكو دياري اللو ديار قروبين اللو ديار قروبين يضا وكين تاها أوكي حساب إسرائيل كخلط دانو حويان حزبية دا مادقة هي حزبية دا إيديولوجية عقدية هي إسلامية فرق دي بقول حي حزبية دا مادقة مركة لديله مركة لديله عرفات وقانو حوها غير عادية عباس ما يجدوه اسكت دميرا ميرا دا قبل بردها وحزبية مركة كده شيء كان عاي من دونه لكن حزبية دا إيديولوجية سامة أحمد ياسين بقى لديله فرنتيس بقى لديله رنتيسي بقى لديله حي مدي هنية هنية لديه سنورة مدي قد يدي وصحون سهون مركي يددك يدد إيديولوجينا عقدينا قفكو ماها مهم إن كسلو يهي كاريزمي حزب الله وصاصو موسى يوى اللي بدلو خطرها لديه حي مدي كان نميك كان نميك وقال لديه يا بدلي يا مكا سوما سواشو الله بان نبال هذا الأيام نعيم قاسم نكرده ومدحون كحيرا صح يا صفي هاشم نكرده او اهنك حكومة من البرلمان كي يشغلوا الحكومة والله بني نوع عرس لكن انا عن نعيم قاسم يوبانت مي اخيك الوبانت اوكي ايقرا لك خلاف صنعي صح ويا قاسم نعيم قاسم وانا قكرة لكن نعيم قاسم اساقا كوفيد عد بوزيتا يوم العد روح استحيوان مدو اكلت وين امام مضع عادي واحد كانت هاي عالم شيعي تاعي يا مد المدوحه عالم شيعي او البيضه تاعي البيضه كشغله هذه ما يفاتي مرق هذه اهل البيت يو اي سمان يعني عادي اهل البيت كالعاده اهل البيت كالعاده تاسي والله نمبر 1 نمبر 2 صفي هاشم وحلو قادنها اسكول قرته كسبح ان اسغ يا نصر الله صاحب كوني الله ها ما حتى ايران ميل بكسبح وارجي بيع على ايران كسوق يعني هذا صح اريد اصدحات كوك الدوي وحو يل ان شبيه بدا وشكو ايجي با اثر الله حتى خلالك وجهه وشكو ايجي مست مركا وحي حتى كشبها يا بسطه في العلم والجسم وجهه كشبها يا مكا نعيم قاسم ماشي سالو دين دونا نكر ان لا سو قاده يا صورته غلا وصورته غلا حد وا لبد ودي كانيسا لكن انا حاسس لا بقولك تضبطها عشان اللي حدا نكر اصيد نعيم قاسم لفتر كيسة وقتها إنه وتنازل عليه دين عاصم لقديك بقولك بقولها هذا الدهان وكيري هاي قديك وين هتضبطك كيف وكاري هذا في كده وكيري هاي وحنا لقي أبا إنه نلي هاي كاريزمه قديك وكاري إنه ليه صورة قال كرتي شيخنا برنامج كني مانتي الكاسيان وقصة قبيني